الميدان يعني 1/16 تقريبا من مساحه مصر الزراعيه. المشروع عندنا احنا كمصلحه في 5 محطات رئيسيه اللي هو نصر 1 و2 و3 و4 و5. المشروع مش بس حاجات زراعيه، لا ده كمان بيوصل ميه الشرب بعد القرى ومدينه مرسى مطروح. عشان احافظ على ميه الشرب مناسيب لميه الشرب في مرسى مطروح، طبعا في ظل ان في بقى في الطريق نفسه في بعض التعديات وحاجات زي كده، فلازم اضخ كميه ميه اكبر من ميه الشرب كمان محتاجاه عشان الميه توصل للمناسيب اللي تسمح بتشغيل محطات ميه الشرب في مرسى مطروح. المحطات المصلحه زي ما حضرتك عارف اللي هي المحطات اللي احنا بنسميهم الكبيره او اللارج سكيل 585، في محطات صغيره وفي حاجات كتيره جدا عندنا في الوزاره اللي هي بقى المغذيات الواحد متر والنص متر، طبعا الحاجات دي احنا مش حاسبينها، نحسب الحاجات الكبيره.